ماشي يا احلى، اتفضلي يا احلى. انا احب في اللي يا شيخ. الله يحبك يا حبيبتي يا رب ويسترك. بص يا استاذ عطيه، انا عندي مشكله. ايوه. اللي حوالين مني بيظلموني. مالهم بيظلموني؟ اللي حوالين مني ضروري. انا مش لوحدي والله يا احلام. فبقول لك اللي حوالين مني بيظلموني، فيعني انا عايزه يعني عايزه اقطعهم او عايزه ابعد عنهم. يلا بينا نقطعهم ونقطع اللي جابوهم. بس انا يعني والدتي صلة رحم. انا اصلا بس والدتي مش عارفه، يعني والدتي مش عارفه تقطعهم، فجايه عليا عليهم. ما انا هقول لك جايه معاهم عليا. انا عايز اشرح لك حاجه يا احلام. يعني هل أيوة. انت تتوقعي ان انا اقول لك اقطعي امك؟ لا الله يقطعني يا شيخ. لا انا ده انا ربنا يقطعني ويقطع يعني البرنامج، بس ما يقطعش القناه. يعني يعني انا 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 هتجنن في يوم من الايام يا احلام اقول لك اقطعي امك؟ لا انا ما قلتش ان امك تديكي بالجزمه وتغير لما تزهق من الجزمه. خليها اتكلم على نفسي انا يا احلام. يعني امي تديني بالجزمه ولما نفسيتها تتعب وعايزه تغير الجزمه لشبشب براحتها وترجع تاني للجزمه، ولا مش خلينا في شبشب يا ماما ده خفيف. يا اخوانا يعرفوا ان في استثناء في حياتنا. مش انا مستثنيه والدتي، بس انا والدتي يعني تمام. الاذى كتير. كويس قوي. الحاجه الثانيه يا احلام استني يا حبيبتي، انا والله العظيم هعالج الدنيا كلها في كلمه واحده قد كده. هو انت عندك معلومات عن الاسلام ان لو واحد ظلمني اخاصمه ولا اخد حق منه؟ انا سايب حق على الله. لا ما ينفعش. الله يفتح عليك، كلمه باطله وبنت كلب وضيعتنا. حق على الله دي قله ادب. دي كلمة بتزعل ربنا زعل بلغات كنتو زعل فظيع. انا هاخد حق حبيبتي. طبعا ما فيش حاجة اسمها حقي على الله. وربنا وربنا قاعد يسد المظالم عن عباده المعفنين. ده ربنا اعد جنة واعد نار. وقال للمظلوم لو دعيتني هستجيب لك، ان ما كانش النهارده بعد 10 سنين، ان ما كانش بعد وفاتك انا هنتقم من الظالم في الوقت اللي انا شايفه. ده ربنا حقي على الله ده ايه؟ وقال ربنا في خواتيم سورة الشورى هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لهم يدعون ولهم يحزبنون ولهم ينامون ولهم يقولوا حقنا عليك يا يابا يا يابا، وإنما ينتصرون. ينتصرون يا بت البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. محكمة، لازم يكون في محكمة يا عم باهي. أنا عامل محكمة شوية. لحظة واحدة بس. فهمي دينك واللي انت عايزة تعمليه اعمليه. والذين اللي هم المسلمين المؤمنين اللي ربنا هيدخلهم الجنة في آخر سورة الشورى في صفحتي أنا على الشمال قبل الآخر بسطر ونص، وحنقلب على اليمين. يا أمي جماعة ظلموني أخد حق منهم، أنا عايز أسيبه مزاجنجي راحتي، ما دام مش هيأثر عليا ولا على عيالي. 5 جنيه 13 ونص بتاع، انا ملياردير وكان نص مليون ومش هيأثر فيا، كل برغوت على قد كمه. فيعني اللي انا عايز اقوله، اوعي تقولي اقاطع ده يظلمك تقاطعيه، وده يظلمك تقاطعيه، وده يظلمك تقاطعيه. ربنا ما يرضاش عنك. ده يظلمك تعضيه، وده يظلمك بالبينه بالحق، وده يظلمك تاخدي حقك منه، وده يظلمك تعملي كذا، وده مال. وبعد كده انا قلت وهقول لغايه لما اموت، احنا اساسا غلط، ما بنعرفش نعيش مع بعض. حياتنا مع بعض غلط، في الزواج غلط، في الجيران غلط، في الارحام غلط. اقسم بربي على كده. الحياه اجمل من عكنا وسختنا. احنا ما بنعرفش نعيش مع بعض. يعني ده احنا اقل حاجه لما يكون اتنين قاعدين وجارهم ستاره. بلاش الستاره دي عشان حصلت النهارده، فمحدش بيحب ويربط ابدا. خلي اتنين قاعدين قدامهم تلفزيون، ده عايز يجيب قناه وده عايز يجيب قناه غيرها. في تصوري انا لو قفلوا التلفزيون والاتنين ما شافوش، كل واحد ما شافش حاجته، اولى من العفونه والحوار السيء. وهات يا اخي، وممكن يضربوا بالريموت والريموت ما يشتغلش، حاجات كتيره جدا. وفي الاخر مش هيشوفه، لا ده هيشوف قناته ولا ده هيشوف قناته. هات وبتبدا كده، هات كذا، التاني يقول له يا عمي ما يردش، يقول له يا سيدي ما يردش، يقول له يا جدي ما يردش، يقوم يقول له ايه انت مش سامعني، بقول لك هات قناه الشوكو بوكو.
يقول له استنى شويه استنى شويه يا اخي البرنامج هيفوتني، هد ريم في المواعظ الحسنه. واتخانقوا، لا انا متشاف ولا هم هيشوفوا، احنا ما بنعرفش نعيش مع بعض. عشان كده بنعمل ايه؟ بنجيب لكل واحد شاشه، ده يجيب شاشه دخلها في الاوضه وده يجيب شاشه دخلها، عشان اللي هيشوف هنا يشوف هنا حل شكله مريح لكن هو مش مريح، لان انت في مكان وانا في مكان فاحنا مسافرين. ده المفروض الناس لما تشوف التلفزيون نبقى مثلا جنب بعض دفى ونس، وشوفوه مده معينه ويتقفل ويتكلموا هم مع بعض، هو هم او ده بالعكس. النهارده انا كنت قاعد مع استاذه كبيره قوي مديره بنك مصر فرع الحلميه الست مروه، وبنتكلم على الاعلان ايه؟ قول اعلان ايه؟ انا اعلنت عن حاجه؟ طيب حاضر. فبتقول ايه؟ انا حزينه لان الناس بتبقى قاعده جنب بعضها وبتبعت لبعضها، يعني مثلا الست منى بتبعت لدينا ودينا تبعت لمنى، وهما اتنين بينهم من بعض متر متر، يا نهار اسود. انا اقول ازيك يا سلمى وسلمى معايا في الصلاه وهي ترد عليا من الصلاه، بنلعب، ممكن نفهمها انها كده يعني بنلعب، بنجرب ايدينا في الكتابه. انما المفروض الناس تتواصل شحما ولحما وروحا ودما، عشان احنا فاشلين في ده، فجبنا كل واحد تلفزيون كل واحد شاشه. الحياه اعمق واغلى على فكره وارقى من السفاهات بتاعتنا، سفاهاتنا كثيره جدا. فاحنا لما بنتواصل بنخسر بعض، لان احنا ما حدش علمنا ازاي نكون اجتماعيين. اذا عز اخوك فهن، ولو كان شعر بيني وبين ما انقطعت، وممكن اقول له حاضر حاضر عينيا، بس ممكن اسمع الجمله دي وهو يقول خليك ويصرف نظر لانه لقاني متعلق قوي، يتنزل لي شويه، اتنزل لي حبه واتنازل له حبه وروحيه.